على وجه الخصوص أن يكون جزائري الجنسية ومقيم بالجزائر، كذلك أن يكون مسجل في بطاقية الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عمل، كذلك يجب أن لا يكون له أي دخل مهما كانت طبيعته، وأن يكون سنه بين 19 و40 سنة. ابتداء من 1 مارس إلى غاية اليوم تم تسجيل أكثر من 1,080,000 طالب عمل في هذه المنصة للاستفادة من منحة البطالة، وهناك 92% من مجموع المسجلين في هذه المنصة تم حجز موعد قصد تنقل إلى مختلف الملاحق المحلية للتشغيل. لحد الآن والعملية لا تزال متواصلة، تم قبول أكثر من 580,000 شخص أو طالب عمل مسجل للاستفادة من منحة البطالة. بالنسبة لعملية التسجيل في منصة المنحة قصد الاستفادة من منحة البطالة هي غير موقوفة بتاريخ معين، وإنما هناك استمرارية في التسجيل إلى إشعار آخر إلى غاية 28 مارس من الشهر الجاري، تاريخ صب منحة البطالة. نتوقع أنه العدد راح يفوق 600,000 مستفيد من منحة البطالة. الهدف من وراء هذه الاتفاقية هو تقديم التسهيلات اللازمة لطالبي العمل أو المسجلين في أو الراغبين في الحصول على منحة البطالة والذين ليس لهم حساب بريدي جاري، بفتح القيام بتسهيلات لفتح حسابات بريدية جارية عن طريق تقديم شهادة تسجيل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل لمصالح بريد الجزائر، أو الاكتفاء بتقديم رقم التسجيل فقط بالنسبة لطالبي العمل الذين قاموا بالتسجيل عن بعد في منصة وسيط أونلاين. إيجابيات منحة البطالة أنها تمكن للمستفيد منها من الحصول على تغطية اجتماعية، وكذلك الحصول على بطاقة الشفاء التي تمكنه من الاستفادة من بعض المزايا أو الخدمات الصحية المرتبطة بها على غرار بقية العمال المشتركين في الضمان الاجتماعي.